عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه في قصر الكرملين بموسكو يوم أمس جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها جلالته لروسيا. صاحب الجلالة، نحن لم نلتقي منذ فترة، منذ عام 2016، ولكننا على اتصال دائم، وفي مارس أجرينا مكالمة جديدة، وفي العام المقبل سنحتفل بمناسبة ذكرى مرور 35 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا. وفي أثناء هذه الفترة قمنا بالكثير من أجل بناء العلاقات بين البلدين، ولدينا اتصالات جيدة جدا في العلاقات الخارجية بين بلدينا، وفي الكثير من القضايا الدولية مواقفنا متطابقة أو متقاربة. وحديثا قبل أسبوع عقدت القمة العربية لجامعة الدول العربية في مملكة البحرين، وطبعا نود أن نستمع إلى تقييمكم للتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط. وفيما يخص مستوى الاتصالات التجارية، فنحن نطمح إلى مزيد من التعاون، وهناك بعض الإيجابيات، حيث أن هناك تقريبا 30 مشروعا كبيرا وحزمة استثمار برساميل تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي. ولدينا تعاون جيد في المجال الثقافي، وفي هذه السنة نخطط لتنظيم أيام البحرين في روسيا، وفي العام المقبل كذلك أعرف أنه سيتم تنظيم المواسم الروسية في بلدكم. كما أن هناك الاتصالات الإنسانية الأخرى، قبل كل شيء هناك تعاون في مجال التعليم ومختلف العلوم، وبشكل عام فإن هناك آفاقا مستقبلية جيدة لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. نحن سعداء برؤيتكم، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا فخامة الرئيس، وأنا أعتبر هذا اليوم من أسعد الأيام اللي تجمعنا بفخامتكم، ونشكرك على الدعوة الكريمة وعلى حسن الاستقبال. وفي الواقع صار لنا مدة ما زرنا موسكو الجميلة، واشتقنا كثير لزيارتكم ولزيارة الأصدقاء، والقصد هو تجديد التعاون وتطوير التعاون في مختلف المجالات الثنائية. كذلك من أهم أهداف الزيارة وإطلاع فخامتكم على نتائج القمة العربية، أصدقائكم العرب يكنون لكم كل محبة وكل تقدير لدور روسيا في يعني تعاطفها مع القضايا العربية العادلة، ولله الحمد. وكان اتفاق تام بأن نتوصل إلى مؤتمر للسلام دولي، وروسيا هي أول دولة أتوجه لها بطلب دعم هذا المؤتمر، لأن بلا دعم روسيا لا قيمة لهذا المؤتمر
وكذلك الدول العالمية المؤثرة. فنأمل بإذن الله أن نتوفق بتحقيق هذا المؤتمر في البحرين. احنا طلبنا أن يكون في البحرين. كذلك نهني فخامتكم بفوزكم المستحق، وهذا دليل على ثقة الشعب بقيادتكم الحكيمة، وهذا يجعل الجميع في منطقتنا وفي عالمنا العربي فرحين بهذا الفوز واستقرار روسيا العزيزة، ونرى اليوم نموا اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا على كل الظروف الصعبة اللي تمر فيها روسيا ومنطقتنا كذلك. غزة أحد النقاط المؤلمة بالنسبة لنا، ونريد توقف هذه الحرب اليوم قبل بكرة. في الواقع يعني حفاظا على الأبرياء، الأبرياء تأثروا كثير، نزحوا بالمئات الألوف من بيوتهم من مناطقهم، وهم يدورون في بلدهم اللي ربما طولها 40 كيلو متر وعرضها 12 كيلو متر، يعني عوائل أطفال نساء، والقصف مستمر. احنا ركزنا على هالأبرياء كيف نساعدهم إنسانيا. أما الخلاف معروف تاريخي قديم، ولا كان في تشاور، العمليات الحربية لم يكن فيها تشاور، لكن الإخوة العرب تفهموا الموقف في القمة العربية، ولأول مرة كان فيه إجماع عند الجميع الحقيقة، وهذا شيء يفرحني أنا شخصيا بأنها المسؤولية للعام القادم. أتابع مع إخواننا العرب أمور قضاياهم، ولن نستغني عن دعمكم، وكذلك نفكر في حسن الجوار مع جيراننا بصورة عامة. وجيراننا لا شك نحاول أن تكون بيننا وبينهم علاقات طبيعية، دبلوماسية، تجارية، ثقافية، ما في شك. مرة أخرى دعم فخامتكم لهذا الأمر يكون شيء الحقيقة مرحب من جانب أهل البحرين عموما وأنا شخصيا. وقد بحث الجانبان مسار علاقات التعاون الثنائي وما وصلت إليه من مستوى متقدم، وسبل تطوير التعاون المشترك والارتقاء به إلى أفاق أشمل لما يسهم في خدمة مصالح وأهداف البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة العربية والتطورات الإقليمية المتسارعة وما تشهده المنطقة من تصعيد وتوتر جراء الحرب المدمرة على قطاع غزة، والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتوفير المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين دون عوائق للتخفيف من معاناة أهالي القطاع. وتم التأكيد في هذا الإطار على ضرورة التهدئة ووقف التصعيد ودفع مسار العمل الدبلوماسي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتوصل إلى سلام عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضوا دائما دائم العضوية في الأمم المتحدة.
كما أكد الجانبان على أهمية أن يطلع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته تجاه تسوية وإنهاء الصراعات والنزاعات العالمية والعمل على تسويتها وفق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتسخير الجهود الدولية لتكريس الاستقرار العالمي ودعم التنمية المستدامة لما فيه الخير والنماء والازدهار لشعوب العالم أجمع. وتكريما لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أقام فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة حفل غداء بمناسبة زيارة جلالته الرسمية لروسيا، وذلك في قصر الكرملين. حضره أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك المعظم وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الروسية. وتبادل جلالة الملك المعظم مع فخامة الرئيس الروسي خلال حفل الغداء الأحاديث الودية التي تعبر عما يربط البلدين الصديقين من علاقات تاريخية متينة وحرص مشترك على ترسيخها. وبعد انتهاء المأدبة تبادل جلالة الملك المعظم مع فخامة الرئيس بوتين الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.